طبعاً احنا يمكن سعداء جداً جداً كاتحاد مصر لكرة القدم، لأن مسابقة كاس مصر دي أول مرة تخرج من داخل جمهورية مصر العربية وتقام في المملكة العربية السعودية في الرياض، ودي يمكن احنا حاسين بأجواء من ساعة ما وصلنا هنا أجواء مختلفة جداً، قمة الاحترام، قمة التعاون، جماهير المملكة العربية السعودية سواء المصريين أو السعوديين عندهم انطباع أن هتبقى إن شاء الله مباراة كويسة جدا تليق بسمعة الكرة المصرية داخل القطر الشقيق السعودية وأهل السعودية.